فورزا فورزا راجاتي، فورزا فورزا الافريقي، اون فاغاني اون فاغاني. اهلا وسهلا ومرحبا بجماهير النادي الافريقي. المقابله معناها مع الملعب التونسي ظهر لي، حكينا فيها واعطينا نقاط على الحروف وتاكدنا شنو هي المطلوب من النادي الافريقي. المقابله معناها تظهر صعبه، ولكن انا واحد من الناس نراها اذا كان النادي الافريقي يحب ينافس على الالقاب ما نتصورش كان مش المقابله هذه تكون مقابله صعيبه على لاعبيه النادي الافريقي واداره النادي الافريقي. وهذا اختبار مهم بالنسبة للنادي الإفريقي باش نعرف رواحنا قادرين نلعبوا على البطولة وإلا قاعدين معناتها نصبروا في الجماهير نتاعنا ونقولوا رانا باش في آخر الموسم نتوجوا والله لا يقدر ما نتوجوش، ماذا بينا نتوجوا. ثم الأسبوع الفايت صارت لنا حاجة، أنا واحد من الناس ما عجبتنيش في المقابلة اللي صارت معناها ضد المقابلة اللي لعبناها ضد فريق النجم الساحلي. الحكم هذايا محرز المالكي والسماه ربي ما مشاش مع النادي الافريقي صحيح، وكنا متأكدين اللي عملناه كان تتفكروا ضرب الجزاء اللي صارت ضد النادي الافريقي، معناها كانت النادي الافريقي كان حسبها وكنا ننتصروا وكنا نكونوا في المرتبة الثانية من الرابطة نمشي والرابطة الأبطال الإفريقية، ولكن الحكم هذا يحسب روحه ما شافهاش وعين رات وعين ما راتش. عاودوا عينوا هنا إدارة النادي الإفريقي ساكتة. أنا نحب نفهم حاجة، راهو إدارة النادي الإفريقي راهو نستحقوا لكم في المواقف هذه، راهو إذا كان أنت معناها ما تستبقش الأحداث وما تكونش عندك ردة فعل قوية تجاه حكم من الحكام اللي قادر باش يغير نتيجة مباراة، عاد وقتاش باش تستحقوا لك؟ ماذا بينا يوسف العلمي وإدارة النادي الإفريقي أقل حاجة يلاحظوها يتدخلوا، ما نحبوش تصير لنا في المقابلة ضد الملعب التونسي كما صار ضد النجم الساحلي، ما صار عندنا ضربة جزاء نورمال يحتسبها نتاع غايث الزعلون، يحسب روحه زي ذاك العادة ما شافهاش، وخي علاش؟ لي ديتاي بساط هذوك ديتايات نتاع ضربة جزاء وقت اللي هو يحتسبهم وقتها راهو معناتها حاجة ميسالش تعطينا ضربة جزاء وهي حقانية، ميسالش هذيك احنا باش نبداو بها المقابلة وهذيك النجم ننتصروا بها في مقابلة اللي انهزمنا فيها ضد النجم الساحلي كنا ننتصروا، كانت سجلت قبل ما يسجل النجم. دونك راهو الاشكالية اكل الجزئيات البسيطة هذيك راهو ماذا بينا ادارة النادي الافريقي تكون متفطنة ليها، على خاطر ما نجمش انا وجمهور النادي الافريقي باش كل ماتش واحنا نبهو ما هو مش معقول ياسر هكاك. ماذا بينا المرة فات كنا متأكدين ان الحكم مش يعمل حاجة وعمل حاجة خايبة، دونك الحكم الطيب هذا هو اللي باش يكون باش في مقابلة النادي الافريقي والملعب التونسي. الحكم هذايا معناتها ما فيهوش اجماع من جماهير النادي الافريقي اللي هو حكم معناها اونيت نقولوا احنا والنجم نحطوه في المقابل ونبداو مطمئنين، ولكن هاوكا في بالكم جماهير النادي الافريقي اللي راهو الجامعه ولات تفرض في الحكام على النادي الافريقي وراهو على اساس ما نغيروش وما نبدلوش الحكام وكل شيء، وهذا مرفوض ومقبول من الجامعه التونسيه لكره القدم. المطلوب منها تلم الفرق التونسيه مش تفرق ومش تتعنت بالراي اللي هو الراي هذاك. انا واحد من الناس نحس ان الحكم هذاك ماهوش باهي معايا ونحس ان الحكم هذاك مش ياخذ لي حقي مش معناه باش يفك لي الحق نتاعي في نتيجه المباراه. علاش تحط لي الحكم هذاك؟ حط حكم اخر اخي من قله الحكام يحط كان زنبرة حط لنا مراه كيما شدوها، ما مش تولي توا مش تولي بالسيف، راه مش تولي فرضان الحكام البنات بالسيف توا، ما هي فرضوها في كاس العالم للانديه وفي رابطه الابطال الاوروبيه توا مش يولي دز اعطيهم حكمه بركه، حط حكمه خلي كلها تجري ورا الحكمه مش ورا الكوره، معناها يعني راهو ما تجيكمش غريبه يولي الحكام نساه في بطوله التونسيه. دونك اي حكم ماذا بيه يكون نزيه ويكون معناها يعطي كل ذي حق حقه ويخوه واللي يربح صح عليه. بالنسبه للملعب التونسي راهو باش تحط في بالكم جماهير النادي الافريقي اكثر فريق في البطوله التونسيه انتصر عليه النادي الافريقي هو فريق الملعب التونسي، تصدقوا لو ما تصدقوش ربحناهم ملعب تونسي 69 مرة، ربحونا 20 مرة وتعادلنا 39 مرة هكا، يعني ثم نتفكر ثم فارق معناتها كبير وكبير برشا، فارق متاع 49 مقابلة انتصار للنادي الافريقي، يعني الرقم هذايا رقم كبير ياسر. كيف ما احنا السنوات الاخرى النجم الساحلي عقدة النادي الافريقي زاد النادي الافريقي هذه اسبقية معنوية للنادي الافريقي، احنا عقدة الملعب التونسي في المواجهات المباشرة يعني منتصرين عليهم بفارق 49.
أكثر فريق انتصرنا عليه في البطولة التونسية هو فريق الفريق هذا، يعني فريق الملعب التونسي. وبعده ظهر لي نتفكر النادي الصفاقسي، معناها السنوات الأخرى نقصنا من الانتصارات، ولكن حتى صفاقس منتصرين عليها بنتائج عريضة وكبيرة برشا. كيف كيف المنستير ثم فرق كبير، بنزرت معظم الفرق ثم انتصارات كبيرة وكبيرة برشا للنادي الإفريقي. والملعب التونسي حاليا أنا واحد من الناس نطالب الملاعبية بتاع النادي الإفريقي، راهي المقابلة هذه نتاعكم انتوما والمدرب ساكتين، الناس كل ساكتين، الإدارة ساكتة راضية بالأمر الواقع، وقالوا خلونا نخدموا في راحتنا. مالا يوسف العلمي، نحييك أنت وسعيد السايبي، ولكن نقول لك حاجة، مادام تحبوا تخدموا في راحتكم، المقابلات كي من هذه تتنصر، معناها تتربح وما تلعبش. المقابلة كي من هذه معناها يلزمك تتنصر فيها باش تقدم في الترتيب، وباش تاخذ نقاط الحوافز اللي باش تبرهن كانك عندك أمور جدية بالفوز بالبطولة التونسية، وإلا مش نلعبه مجرد رقم وكهو. إن شاء الله ما يكونوش مجرد رقم، وإن شاء الله نتجاوزوا الفترة هذه نتاع كاس الكاف، ماذا بينا نوليو المشاركات نتاعنا في دوري أبطال إفريقيا، والنادي الإفريقي قدها وقدود، وإن شاء الله النادي الإفريقي ينتصر. وإن شاء الله نهار ثلاثة العشية مع بعض المقابلة تبدأ من ساعتين متاع النهار، يعني تنتهي يمكن حكاية الأربعة الأربعة وربعة كيكا. في الوقت هذاك إن شاء الله يكون جماهير نادي إفريقيا كلنا فرحانين، ونكونوا رجعنا للصدارة، صحيح بفارق المواجهات المباشرة عند النجم، ولكن إذا كان نوصلوا إحنا ننتصروا بنتيجة عريضة ضد الملعب التونسي، النجم ناخذوا المرتبة الأولى عن جدارة، على خاطر ثم مسألة فارق الأهداف، إحنا عندنا إيجابي 6، النجم عنده إيجابي 9. يعني يجب تتصرع على الأقل على الأقل بنتيجة 4 بلاش باش توصل معناها المرحلة النادي الإفريقي في المرتبة الأولى عن جدارة، باش يمشيو بفارق الأهداف مش بالمواجهات المباشرة. وإن شاء الله بالتوفيق للنادي الإفريقي. وختاما نقول لكم معناها نتقابلوا بعد المقابلة فرحانين، الناس الكل جمهور الكليب إن شاء الله كلنا فرحانين، إن شاء الله ما تصيبناش حاجة ما نحبوهاش، خاصة من التحكيم، إن شاء الله التحكيم يعطي كل واحد حقه بقدرة الله منصورة للنادي الإفريقي. وختاما نقول لكم فيفا فورزا السيارة.